تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم صالح الكليب، جامعة الإمام محمد سعود الإسلامية، مشرف الأمن الفكري. حقيقة الطرح كان جميل جدا للأستاذ مشعل النامي وواقعي، ولكن إني أرى قد تكون سياسة يبديها الأستاذ أو إنها لمصلحة يراها، ولكن تجنبنا كثيرا عن الأسباب الحقيقية التي ولدت الفكر الضال المنحرف الذي جعل هذه الحروب الاغتيالات وغيرها، وهي الأم جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين لعبت دور كبير جدا من 40 سنة أو أكثر في شبابنا وشباب وفتياتنا. لماذا لا يكون الحديث عن مكونات جماعة الإخوان المسلمين وخطرها على المسلمين أنفسهم وفي بلد التوحيد ومن أبناء هذه الأمة؟ هذا هو مذكور وهناك أدلة، ولكن هم استخدموا طريقتين. الحجر يا شيخ بسمح. طيب عطني دكتين بس. لا دكتين كثير، عطنا سؤال واحد. دكتين لو الحجر الفكري و قطع الفكر زي ما ذكرت، الحجر الفكري والإرهاب الفكري. الإخوان المسلمين مشوا على 5 خطوات وربوا الأبناء والبنات وكل المجتمع من غير أن يعرف أنه من جماعة الإخوان أو ينتسب لجماعة الإخوان. يجب في هذه الساعة في هذه الفترة فضح جماعة الإخوان بما فضح بهم ولي الأمر وصرح بهم ولي الأمر وجرموا من الجماعات الإجرامية. 5 خطوات نأخذها وأختم هذا الكلام وهي مختصرة جدا. 5 خطوات لهذا الفكر الذي يتغلغل في المجتمع وعلى الأمهات فكر. في آخرين يريدون مداخلة أختم بها. تأذني بس لو تأذني أختم بالـ5. الخطوة الأولى التهييج، الثانية التكفير، الثالثة التفجير، الرابعة التبرير، والخامسة تعود الدائرة وتستدير بالتبرير لأفعال هؤلاء، ويجب أن يجرموا. وأشكر لك أستاذ خالد إتاحة الفرصة، وهذا أريد من الأستاذ مشعل اللي أنا أتابعه كثير جدا في تويتر وطروحات الجميلة جدا، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع. شكرا. أنت أبشر أبشر. وأنت المتخصص في مجال شنو مجال تخصص فيه؟ الأمن الفكري. نعم، أنا تحدثت عن السبب الذي جعل الإخوان المسلمين أقوياء وهو الغرب. هم كنوهم الإعلام وما دربوهم وصنعوا منهم شيء كبير. أما التحذير منهم فهو دور الإعلام كما ذكرت للدكتور أنه مقصر ولا يملك أجندة وطنية ولا يملك منهج، ما عنده منهج الإعلام. يعني أصحاب الهم الوطني والشرعي ما عندهم منهج. أما أنه نركز الموضوع على الإخوان، أنا أرى أنه خطأ، لأن الإخوان يحملوا أفكار الخوارج. فنحن نضع المصطلح، من وافقها فهو مثل الإخوان، هو على منهج الخوارج. 1، 2، 3، 4 صفات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم. الإخوان منهج خوارج مطور بقالب حديث بشكل يقبله المتلقي في الألفينات. الآن لم يعد المتلقي يقبل ما كان يقبله الخوارج أيام الصحابة، لذلك هم خذوا نفس أفكار الخوارج وقولبوها بشكل عصري وقدموها. هناك جماعات كثيرة مرشحة لأن تأخذ دور الإخوان، منها جماعة فتح الله جولن. إحنا ضد أردوغان لكن لا نقف مع أعدائه لأنهم أعدائه، نحن نقف مع الحق. ففتح الله جولن وحركة الخدمة نفس الإخوان بل وأخبث من الإخوان، ولو مكنوا لكان لهم دور أعمق من الإخوان، لأنهم يتغلغلون بعمق وهم لا يزالون بمرحلة الصبر، وقائدهم واحد وقائدهم يوجههم بتوجيهات يعني رزينة
رصينة ويقولهم اصبروا لا تهدموا ما بنوت ما بنيناه في من سبعينيات القرن الماضي من 40 سنة. فالشاهد من الكلام أن في جماعة كثيرة مرشحة مثل الإخوان، جماعة جيمان، جماعة تنظيم القاعدة وغيرهم وغيرهم، جماعات لاحقة وجماعات سابقة كلها نفس المنهج. فالتركيز على الإخوان فقط، يعني أنا أرى أنه جزء يكون الإخوان ويأخذ الجزء الأكبر. دور من؟ الدولة ما قصرت، دور وسائل الإعلام، ذكرت في أحد الندوات، بل في ندوة عامة في الرياض، وكان الضيف الآخر معي مدير قنوات NBC، وقلت أن ليس من مهام الأمير محمد بن سلمان أن يذهب إلى الولايات المتحدة ويظهر في لقاء صحفي أو تلفزيوني ويشرح ما هي الوهابية. دوركم أنتوا الإعلام. قال لا، مو دورنا الإعلام، هو دوره أن يعمل هيك وأكثر. شو أقول له؟ أنا لست إعلامي، ولكن بالعقل والبداهة والمنطق أنه يفترض أن الإعلام ناقل صورة، أنه أكثر ما تهاجم به أوطاننا هي تهمة الوهابية والتدليس والتزوير الذي يحصل حول هذه التهمة. والإعلام لم يكلف نفسه يوما أن يشرح الواقع. إذا إعلام ما عكس الواقع يعني يشبيه